ينفع كده يا حبيب الحب؟ كنا ماشيين كويس وبترزق والحياه كانت سهله واختها مش مستاهله. ايه اللي دخلنا احنا في حوارات؟ ادي الشمال اخرته شمال. لو عصام راح هيجي 10 غيره. وعصام ده ابن عمي. يعني لو جه حد غيره مش هيرحمنا. ونطلع بمكافأة في اللذيذ، هنمسك قرشين ونطلع نضاف. نضاف ايه يا جن؟ هو احنا ضفنا وشفنا العز اللي على ايدين سليم باشا؟ ما انا ليه جادلك وادخل معاك في حوار؟ وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. يا ده احنا بنرفع شعار جديد. الشرطة بنت عم الشعب. قصدك الشرطة بنت عمك انت؟ انا وانت واحد يا صاحبي. صباحك نادي وكله لعيبه. الحمد لله على السلامه كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير. انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنان على الشغل. بالراحه علينا يا عمنا، مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام، ما تقول له يا تهامي ايه النظام. حلو، النظام حلو. حلوة قوي اللعبة اللي عملتها انت وعصام دي يا فارس. تصدق يا دخلت عليا؟ اسكت، دخلت عليا انا كمان. لولا المسلل والسيارة دي اللي طمر فيها العيش والملح. طمر فيه الفلوس، ما طمرش فيه العيش والملح. عشان العيش والملح ده كانوا معايا انا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق أول مرة تقول حاجة صح. يابا أنا طول عمري بقدرك، بس التقدير خسرني كتير. وانا ياما قلت لك ان احنا ما شفناش ايام عز غير على ايدين سليم باشا، فما ينفعش نقل بيه. انت يا مسله على الهادي يا رجاله، على الهادي. بقول لك على السيجاره حق كمواطن. ايه ده يا والله عيب كده يا باشا. خلاص سيبوه. بتبيعني يا ادم فارس؟ يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك. قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل. انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمني، مش كده؟ على نعمة انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبلة رجولة. أنا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العملية. قلت له إن العملية هتتم أول يوم العيد في حديقة الفسطاط. الله يا تهامي، ما بيعرف يهزر. لا الصراحة هو عسل.